الأشياء هاي. إذا عندي ماتريكس سينجولر إذا الماتريكس بنقول عنها سينجولر إف يعني الماتريكس اللي الديتيرمينانت تبعها زيرو بنسميها سينجولار ماتريكس، واحيانا بنسميها ديجنريت لانه كانه الرانك او قيمتها عم تنزل، كانه ما فيش فيها معلومات كامله، فيها نقص في المعلومات. اذا احيانا بنسميها كمان ديجنريت. اذا بنقول سكوير ماتريكس، صحيح انا لازم اقول سكوير ماتريكس، is singular if and only if okay. إذا بنقول عن square matrix إنها singular أو degenerate إذا كان الديتيرمينانت تبعها زيرو. هلا بدنا نحاول نفهم أكثر شو يعني. بقدر أفكر بسكوير ماتريكس إنها مجموعة من الفيكتورز، n فيكتورز. ممكن أفكر فيها إنها n كولومز مكونين من A11, A21, A31 كذا كذا. ممكن أفكر فيها إنها فيكتور في هذا الاتجاه، ممكن أفكر إنها مجموعة كولوم فيكتورز، وممكن أفكر فيها إنها مجموعة رو فيكتورز. هلا ممكن أفكر بهدول الفيكتورز إذا كانت هي سينجولار والديتيرمينانت تبعها زيرو، انهم هذول ديبندنت اف ذا فيكتورز ار ديبندنت. شو يعني ديبندنت؟ يعني اذا اجيت اخذت قلت سي 1 وخلينا اسميها هذه هون اكس 1 زائد سي 2 x2. طبعا x فيكتور، ايش الدايمنشنز تبعت x اذا كانه كولوم فيكتور؟ n باي 1 مش هيك؟ n باي 1، هذا كولوم فيكتور وهذا كولوم فيكتور. هذول اذا اجيت جمعتهم c3 لحد cn xn بتساوي 0. اذا كانوا هذول ديبندنت بقدر الاقي مجموعه من القيم ل c1 ل cn ما يكونوا 0. فكأني عمالي بقول إنه واحد من الفيكتورز بيعتمد على مين؟ بيعتمد على الثاني. إنه المعلومات اللي موجودة في واحد من الفيكتورز أنا أصلاً بقدر أستقيها من وين؟ بستقيها من الN-1 فيكتورز الثانية. هدول بطلوا ديبندنت. هاي إيش بتذكركم؟ بتذكركم بشغلة أخذتوها قبل هيك. لما تحل تمام، لما تحل إيش؟ لما تحل مجموعة simultaneous equations. إذا كان في واحدة من الإيكويشنز بشتقها أو بقدر أحصل عليها من ترتيب كل الإيكويشنز الثانية، معناها ما رح يطلع معكم حل، مظبوط؟ مش إحنا بنعمل، مش كنتوا تعملوا إليمينيشن أو سبستيوشن وحتى تطلعوا المعادلة وتطلعوا تحلوا وتطلعوا الفاريبلز؟ إذا كان هدول الإيكويشنز في واحدة منهم أو هدول بيعتمدوا على بعض، معناها ما رح تقدر تحل. إذا بالتالي بنقدر نقول إذا كانوا الفيكتورز إندبندنت معناها لا يمكن اني الاقي سي 1 ل سي ان نون زيرو بحيث انه تحقق هذا الشرط. يعني نحطها بشكل ثاني، اذا حطينا هذا الشكل قلنا اذا الفيكتورز ار ديبندنت ذن وي كان فايند ا سيت اوف نون زيرو كونستانتس. لاحظوا نون زيرو لانه لو كانوا زيرو ما هو واضح انه بضربهم بزيرو بيطلعوا زيرو، حد ديبندنت ولا مش ديبندنت، مظبوط؟ بس احنا بنقول find a set of non-zero constants C such that إذا كانوا الفيكتورز هدول dependent بيعتمدوا على بعض، رح يكون في set of constants C1, C2, C3 لحد Cn قيمهم مش مساوية لزيرو. لو ضربتهم combination في هدول الفيكتورز وجمعتهم بعطوني زيرو، هذا معناها بنقول إن هدول الفيكتورز dependent. يعني مثلا شو يعني dependent؟ يعني ممكن يكون هذا الكولوم مساوي لهذا الكولوم، أو إذا جمعت الكولوم الأول للكولوم الثاني بعطيني الكولوم الثالث، أو إذا ضربت الكولوم الأول في اثنين ونقصت منه ثلاث أضعاف الكولوم الثاني بعطيني الكولوم الأخير. هدول ديبندنت صاروا، المعلومات الموجودة في الأخير ما أنا طلعتها من الأول والثاني، ما في معلومات جديدة فيه. أوكي؟
نعم. هلا الحكي اللي حكيناه عن الفيكتور بس بتطبق نفسه. بتطبق على الرو نفس الشيء نفس الشيء، خذ رو خذ فيكتور نفس الشيء. كل اللي حكيناه هون عن الرو فيكتورز، عفوا عن الكولوم فيكتورز، تقدر تطبقه على رو فيكتورز بنفس الطريقة. هاي الماتريكس وقتها بنقول، والرانك هلا راح احكي عن الرانك، الرانك تبع هاي الماتريكس اللي هي n باي n ما راح يكون n. هلا بنشوف شو يعني الرانك اللي هون. اذا بالتالي بامكاننا نعرف بطريقه ثانيه، نقول if the vectors are independent then. إذا بدكم حطها هلا بشكل ثاني بنحطها ب CI، إذا بدكم XI هاي عم بس عم بحط هاي المعادلة بشكل ثاني، وI بتساوي 1 لقديش لازم تكون؟ لN بتساوي 0 implies معناها الطريقة الوحيدة تكون هاي صحيحة إنه إيش السيز يكونوا؟ 0 implies that all CI is equal to 0. هذا الحل الوحيد، ما فيش سيز constant سيز بقدر ألاقيهم بتحقق هذا الشرط إذا كانوا هدول independent. اوكي تفضل.